السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناتي المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الحصتين الثالثة والرابعة من دروس الوحدة الخامسة في مادة النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، التوالد والوراثة عند الحيوانات، La reproduction et l'hérédité chez les animaux. الحصة الثالثة، استراتيجيات التكاثر، الاستراتيجي دو ملتيبليكاسيون، الهدف أصف استراتيجيات مختلفة الاستراتيجيات المختلفة التي تزيد من عدد الذرية للبقاء على قيد الحياة. Je décris les différentes stratégies qui augmentent le nombre de descendants pour survivre. ألاحظ وأتساءل. أثار انتباه أحمد عند مشاهدته بركة مائية وجود عدد كبير من الشراغيف، فقال لزميله: سوف تمتلئ البركة بالضفادع عندما يكبر الصغار. إلا أن زميله لا يتفق معه. نلاحظ هنا صورة لشراغيف كثيرة في بركة ماء. أتساءل، لماذا يوجد عدد كبير من الشراغيف في البركة؟ أدون أجوبتي في دفتر التقصي. ثانيا أنجز النشاط الأول. تبين الصور نوعين من الحيوانات تختلف طريقة حفاظهما على النوع، منها ما يحرر عددا كبيرا من البيوض، ومنها ما يعتني بالصغار لمدة طويلة. نلاحظ في الصور ضفدعة تبيض ولبؤة وصغيرها، وبعد ذلك نلاحظ شراغيف لوحدها، ولكن اللبؤة وصغيرها ما زال مع بعضهما. ألف، من بين هذين الحيوانين أحدد الذي يعتني بصغاره والذي يترك صغاره. الذي يعتني بصغاره هو اللبؤة، والذي يترك صغاره هو الضفدع. ب، ما هي الطريقة المتبعة للحفاظ على النسل عند كل من الضفدعة واللبؤة؟ الضفدعة تعطي كثيرا من الصغار وتعيش بعيدا عنها، أما اللبؤة تعطي قليلا من الصغار وتعيش معها وترعاها. جيم، يتعرض كثير من صغار الضفدعة للافتراس، لماذا تضع هذه الحيوانات عددا كبيرا من البيوض؟ لاستمرار نسلها وللبقاء على قيد الحياة. النشاط الثاني، الدببة حيوانات منعزلة باستثناء الأمهات ذوات الصغار الدياسم. الدياسم هم صغار الدبابة، والذين يعتمدون بالكامل على أمهم لإطعامهم وحمايتهم منذ ولادتهم إلى حين بلوغهم السنة الثالثة من عمرهم تقريبا. نلاحظ هنا دبة تعتني بصغيريها. التكاثر la multiplication، الافتراس la prédation. أولا، هل بإمكان صغار الدببة العيش بمعزل عن أمهم؟ لا. ثانيا، حدد الاستراتيجية المتبعة لدى الدببة للحفاظ على الذرية. إذن
تعطي قليلا من الصغار تعيش معها وترعاها مدة طويلة. النشاط الثالث، تتكاثر الأرانب بمعدلات عالية، ويملك صغير الأرنب القدرة على العناية بنفسه خلال 4 أو 5 أسابيع من عمره، ويمكن أن تجتاح الأرانب منطقة ما بأعدادها الكبيرة في حال عدم وجود خطر الافتراس، والعكس صحيح. نلاحظ في الصورة أما للأنثى الأرنب ترضع صغارها. بماذا يتميز صغير الأرنب؟ يستطيع العناية بنفسه بعد مدة قصيرة. ثانيا، حدد الاستراتيجية المتبعة لدى الأرانب للحفاظ على الذرية. تعطي صغارا تعتني بهم مدة قصيرة. تعلماتي الجديدة، أقرأ ثم أملأ. بترعاها للتكاثر للافتراس. تتبع الحيوانات طرقا مختلفة والحفاظ على النسل، فمنها ما يعطي عددا كبيرا من الصغار تنمو بعيدة عن أبويها، ويتعرض عدد كبير منها، ومنها حيوانات أخرى تعطي عددا قليلا من الصغار لمدة طويلة. تتبع الحيوانات طرقا مختلفة للتكاثر والحفاظ على النسل، فمنها ما يعطي عددا كبيرا من الصغار تنمو بعيدة عن أبويها، ويتعرض عدد كبير منها للافتراس، ومنها حيوانات أخرى تعطي عددا قليلا من الصغار ترعاها لمدة طويلة. رابعا، استثمر تعلماتي. النشاط الأول، تضع السلحفاة البحرية عددا كبيرا من البيوض، والتي تفقس بعد مدة من طمرها في رمال الشاطئ لتعطي عددا كبيرا من الصغار التي يتعرض جلها للافتراس. نلاحظ في الصورة بيضا مطمورا في الرمال وخروج سلاحف صغيرة. ألف، أذكر الاستراتيجية التي تتبعها السلحفاة في التكاثر. إذن تعطي كثيرا من الصغار تعيش بعيدا عنها، ويتعرض الكثير منها للافتراس. ب، ما هي أهمية هذه الاستراتيجية؟ أهميتها هي استمرار النسل والبقاء على قيد الحياة. Activité 2. Je mets une croix devant la phrase correcte. Toutes les espèces animales donnent naissance à un très grand nombre de petits. C'est faux. Toutes les espèces animales gardent leurs petits après la naissance. C'est faux aussi. Quelques espèces animales quittent leurs petits après la naissance, et un grand nombre de petits constituent des proies à des prédateurs. C'est vrai. Les espèces animales qui donnent naissance à un nombre réduit de petits
Les garde jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est correct. الدب l'ours. الديسمو أي صغير الدب يسمى بالفرنسية لورسون. شو التوالد عند النباتات. La reproduction et l'hérédité chez les végétaux. الحصة الرابعة انتقال الصفات الوراثية عند النباتات. La transmission des caractères héréditaires chez les végétaux. الهدف أحدد الصفات الموروثة من البذور لدى النباتات. J'identifie les caractères hérités des graines chez les plantes. أولا ألاحظ وأتساءل أثناء استخراج البذور من ثمار الفاصوليا لاحظت سلمى وجود بذور حمراء في بعض الثمار وبذور بيضاء في ثمار أخرى. نلاحظ في الصورة. أتساءل لماذا يوجد اختلاف في لون بذور الفاصوليا؟ أدون أجوبتي في دفتر التقصي. ثانياً أنجز. تم زرع بذور فاصوليا حمراء وأخرى بيضاء. الحالة الأولى: البذور المستعملة في الزرع حمراء. النبتة لونها بنفسجي، الثمار لونها أصفر، والبذور المحصل عليها لونها أحمر. الحالة الثانية: تم زرع بذور بيضاء. النبتة خضراء والثمار خضراء، البذور المحصل عليها بعد بيضاء أيضا. ألف: ما لون البذور المحصل عليها في الحالة واحد؟ حمراء، وفي الحالة اثنان بيضاء. ب: أقارن لون البذور المحصل عليها بلون البذور التي تم زرعها في الحالة الأولى حمراء مثل الأولى، والحالة الثانية بيضاء أيضا مثل الأصلية. جيم: أستخلص بخصوص صفة لون البذور عند الفاصوليا أنها صفة وراثية. ثالثا تعلمات جديدة. أقرأ ثم أملأ. ب: النباتات وراثي. تتوفر على مجموعة من الصفات، منها ما هو ومنها ما هو غير وراثي. تنتقل الصفات الوراثية إلى النباتات عن طريق البذور بعد إنباتها. تتوفر النباتات على مجموعة من الصفات، منها ما هو وراثي ومنها ما هو غير وراثي. تنتقل الصفات الوراثية إلى النباتات عن طريق البذور بعد إنباتها. رابعا أستثمر تعلماتي. النشاط الأول: يتميز البرتقال بصفات مختلفة. أضع علامة أمام الصفة الوراثية: عدد الفصوص، الحجم، الطعم، اللون. إذن الصفة الوراثية الصحيحة هنا هي اللون. ثانيا لو دوكيمون سي كونتر مونتر دو فاريتي دو رادي دو فورم اروندي اي دو فورم الونجي. On voit ici la variété 1 de forme arrondie et la variété 2 de forme allongée. A. Je mets une croix devant la proposition juste. Après germination, les graines de la variété 1 donnent des radis de forme arrondie. C'est juste. Les graines de la variété 2 donnent des radis de forme allongée. C'est juste aussi. Les graines de la variété 2 donnent des radis de forme arrondie. Non, les graines de la variété 1 donnent des radis de forme allongée. Non. B. Comment appelle-t-on le caractère forme du radis? C'est un
C'est un caractère héréditaire. الوراثية. L'héréditaire. الصفات الموروثة. Le caractère hérité. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.